اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا في البدايه برحب بضيفي احد اساطير الكره الطائره في النادي الاهلي بل في مصر كلها، والمدير الفني لفريق الكره الطائره سيدات، واللي حصل بطوله الدوري العام او حسم بطوله الدوري العام منذ يومين. اهلا بك يا كابتن. ازيك يا كابتن هيثم؟ ازي حضرتك؟ منورنا ومنور قناه النادي الاهلي. الله يخليك، انا مبسوط طبعا ان انا موجود في قناه الاهلي بعد التطوير الكبير اللي انا شايفه ده، حاجه الحقيقه عظمه جدا، وببارك لك طبعا على عودتك مره اخرى وان انت منور قناه الاهلي طبعا في البرنامج الجديد. ربنا يخليك كابتن. وده طبعا بيتكم وقناه النادي الاهلي، حضرتك عارف انها جزء لا يتجزا من النادي الاهلي، وحضرتك طالما يعني شرفتنا وكنا بنستمتع بحضرتك. طيب كابتن حمدي، احنا عملنا كده يعني في او لحضرتك كده عن يعني انجازاتك وعن دورك الكبير جدا ومشوارك في الكره الطائره. طب تحب نشوفه ونرجع لحضرتك تاني؟ تمام ماشي. اعزائي المشاهدين نروح للتقرير عن كابتن حمدي الصافي وارجع لحضراتكم تاني. حمدي الصافي تاريخ زاخر بالبطولات والإنجازات لاعبا ومدربا، هو أحد أبرز لاعبي مصر على مدار تاريخها في رياضة الكرة الطائرة، وأحد نجوم العصر الذهبي لفريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي. السد العالي أو قاعدة الصواريخ أو الهرم الرابع، ألقاب عديدة أطلقها محبو حمدي الصافي عليه. هو من مواليد 13 من أبريل عام 1972 بالإسكندرية، بدأ ممارسة الكرة الطائرة في 12 من عمره في دوري المدارس قبل أن يضمه نادي سموحة السكندري عن طريق أسامة محرم، قبل أن ينضم لصفوف المارد الأحمر عام 90. وبعدها نجح حمدي الصافي في حفر اسمه بأحرف من ذهب في سجلات كافة الألعاب الرياضية، بعد أن بات أكثر رياضي في تاريخ الرياضة المصرية تحقيقا للبطولات، حيث حقق أسطورة الكرة الطائرة المصرية العديد من البطولات خلال مشواره كلاعب وكمدير فني. جاءت بطولات الصافي كلاعب في صفوف الشياطين الحمر كالآتي: 13 لقبا للدوري الممتاز بجانب 12 لقبا لبطولة كأس مصر، فضلا عن تحقيق 7 ألقاب من مسابقة بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، و5 ألقاب من مسابقة بطولة أبطال إفريقيا للأندية أبطال الكأس، إضافة إلى 5 ألقاب للبطولة العربية. كما حقق لقب دوري أبطال آسيا عندما كان محترفا بأحد الأندية هناك، واستطاع الصافي الفوز مع المنتخب الوطني ب3 ألقاب لبطولة الأمم الإفريقية وبطولة عربية ودورتين للألعاب الإفريقية وذهبية بطولة ألعاب البحر المتوسط في ألميريا بإسبانيا عام 2005، كما شارك في دورتين للأولمبياد في سيدني عام 2000 وبكين 2008، كما شارك في 3 بطولات لكأس العالم أعوام 95 و2003 و2007، ومثلهم لبطولة العالم أعوام 98 و2002 و2006، وحصل على وسام الرياضة من الطبقة الأولى عام 2008 ثم اعتزل في عام 2010. وقاد سيدات طائرة الأهلي للتحليق في سماء مصر والعرب وإفريقيا بعدما حصد الدوري الممتاز خلال 6 أعوام متتالية، و5 بطولات لكأس مصر، و4 بطولات لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، وبطولتين للأندية العربية. ويأمل الصافي في التتويج بكافة البطولات رفقة فتيات الذهب خلال الأعوام المقبلة، بعدما رسخ داخل أذهان الجماهير الأهلاوية أن الفريق لا يعرف معنى سوى الفوز ومنصات التتويج. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن حمدي، يمكن الهرم الرابع دي ما جاتش من فراغ، بطولات والقاب، بس اكيد في حاجه او يعني محطه في مشوارك انت بتعتز بيها جدا يا كابتن. كلاعب ولا كمدرب؟ لا كلاعب، احنا دلوقتي كلاعب. هو كلاعب الحقيقه يعتبر اغلى بطوله بالنسبه للعصر الحديث في الكره الطايره هو بطوله البحر الابيض المتوسط، يعني كانت بطوله صحيح. قويه جدا، وبعديها حصل نقله في الكره الطايره كمان، احنا قربنا قوي للمستوى العالمي. انا فاكر كسبنا اسبانيا في اسبانيا. كسبنا اسبانيا في اسبانيا 3-2 في نهائي البطوله، وكان جمهور عظيم جدا وكبير جدا حاضر الماتش.
بالإضافة لأن إسبانيا في الوقت ده كانت بتلعب في الفاينال فور بتاع بطولة أوروبا وخامس عالم، فكان فريق قوي جدا وكان كامل ما كانش ناقصه حد. فالحقيقة البطولة دي كانت نقلة للكرة الطايرة المصرية. بعدها ابتدى بقى الدوري العالمي والمشاركات والبطولات العالم والبطولة اللي هي الجائزة الكبرى بتاعت الكرة الطايرة العظماء الستة. كل ده المشاركات دي كلها ظهرت بعد المحطة من البطولة دي. وطبعا يا كابتن خليني أقول لك برضو إنه انت حمدت يعني في اسلوب لعبك عملت يعني طفره معينه، عملت شكل معين للاعب الكره الطائره، وده كان داعي لاحترافك. يعني انت احترفت بالخارج برضه، عايزين نتكلم عن رحله احترافك ليه، لانه الحقيقه دايما الجمهور يقول لك لا لاعب ولاعب محلي، لا انت كنت لاعب عالمي كمان، فاحترفت في روسيا، وروسيا دي من اكبر دوريات في العالم. كلمنا عن التجربه دي. الحقيقه طبعا هو عمليه في الفتره بتاعتي اللعب بتاعتي كان موضوع الاحتراف ده صعب شويه يعني. صحيح الانديه كانت متمسكه بينا وما كانش فيه حته اللي خلص عقده يقدر يمشي وكده، فكان عمليه الاحتراف كانت بتتم اعراض سنويه للخارج حسب بقى ما يجي عقد يعني مميز ليك وللنادي. فالحقيقه كان جات لي فتره في السعوديه، احترفت فتره في السعوديه، وبعديها احترفت فترة طبعا في الدوري الروسي بعد بطولة العالم في 2003 تألقت فيها واحرزت ثالث بيست سكورر على البطولة. فالحقيقة جالي العقد دوت وكان مميز جدا، والنادي الأهلي وافق بالرغم انه كان محتاجني جدا في الفترة دي، ولكن تقديرا لجهودي مع الفريق وتاريخي مع النادي الأهلي الحقيقة النادي وافق جدا ان انا اطلع التجربة ديت، خاصة ان هي في دوري قوي جدا يعتبر هو والدوري الإيطالي من اقوى الدوريات في العالم يعني. الحمد لله يعني رحت وقابلت بلاء حسنا واستفدت جدا من التجربه. حتى يعني كل الخبراء كانت بتقول ساعتها كان عمري تقريبا ساعتها 34 35 كان يعني، فكان كله متوقع ان انا هبطل في ظرف سنه سنتين. لا التجربه ديت ساهمت ان انا اكمل اكتر من 6 7 سنين بعدين. خلي بالك يا كابتن انت يعني عليت سقف طموحات اللاعبين. اكيد طبعا يعني انت خليت اللاعبين حتى تفكر من بعدك في الاحتراف، ان لا انا اقدر وليه ما اروحش. فالحقيقه دي كانت خطوه مهمه جدا. انا كنت شايف انه احتراف لاعب طائره في الدوري الروسي ده كانت حدث مهم جدا. طب خلينا ننتقل بقى للمحطه اللي حضرتك فيها دلوقتي وكمدير فني لفريق طبعا السيدات. حضرتك حصلت على الدوري او يعني حسمته منذ يومين، باصص ازاي للدوري ده برغم يعني كل المدربين اللي قعدوا معانا قالوا ان الدوري ده دوري استثنائي، شايفه ازاي يا كابتن؟ لا هو دوري صعب جدا. ان انت يعني احنا مرينا كلنا وكل المدربين الحقيقه الظروف اللي مروا بيها الموسم ده بالذات عمرهم ما هينسوها، واعتقد ان هي اديتهم خبرات عاليه جدا. ان انت تقعد اللعيبه بتاعتك تقعد 4 أشهر في البيت، اكتر صحيح. كمان من 4 أشهر في البيت، وترجع مطلوب منك في ظرف شهر ان انت تجهز اللعيبه دي عشان تلعب مباريات نهائيه. فالحقيقه الموضوع صعب جدا وكان فيه يعني درجه صعوبه عاليه على كل المدربين، ولكن الحمد لله بالخبرات بتاعتنا وروح اللعيبه واصرارهم قدرنا الحمد لله ان احنا نجهز اللعيبه على قد ما نقدر بنسبه كبيره جدا يعني. الحمد لله رجعنا لمستوانا البدني والفني. انا مش هقدر اقول لك ان احنا رجعنا 100%، ولكن رجعنا بدرجه كبيره اللي هي تخلينا نحسم الفتره ديت والبطولات اللي موجوده في الفتره دي. وكان اخر مباراه كانت مع اصحاب الجياد وفزنا فيها 3-0 يعني. كانت قبلها كان في المحطه القويه مع نادي سبورتنج 3-1. نادي سبورتنج من الانديه يعتبر المنافسين بتوعنا في في الكره الطايره، احرز تاني البطوله العربيه، لعب في نهائي البطوله العربيه. فطبعا الحمد لله يعني ان احنا قدرنا نحسم قبل نهايه المشوار بجولتين. عندنا لسه مباراه هليوبلس وعندنا مباراه الزمالك، بغض النظر ان احنا حسمنا طبعا مباراه الزمالك دي بطوله خاصه طبعا. طبعا اكيد، بس خلينا نرجع لمباراه طبعا اصحاب الجياد لان دي كانت مباراه الحسم. طبعا احنا صورنا تقرير مع الفرقه تمام، احنا عملنا تقرير صوتي طبعا عن البطوله والفوز بيها وكواليسها. طب نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم تاني. فتيات الذهب وحكاية ربع قرن من السيطرة على بطولات الكرة الطائرة المصرية. توج الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة حمدي الصافي المدير الفني بلقب الدوري الممتاز عقب فوزه على نظيره أصحاب الجياد بثلاثة أشواط نظيفة خلال المباراة التي أقيمت بينهما على صالة الشهداء بمقر الأهلي بالجزيرة، وكانت نتيجة الأشواط 25-15، 25-17،
25-14 ليحافظ المارد الأحمر على صدارته للمسابقة برصيد 60 نقطة من 20 مباراة محققا العلامة الكاملة. الأهلي خلال مسيرته للفوز باللقب نجح في الفوز على كل منافسيه ذهابا وإيابا، وتبقى له مباراتان أمام هليوبلس والزمالك على أن يكون تسليم ميداليات التتويج بالبطولة في مباراة الزمالك الختامية. سيطرة سيدات طائرة الأهلي على لقب بطولة الدوري يأتي للموسم 25 على التوالي في إنجاز تاريخي غير مسبوق في تاريخ الألعاب الجماعية يحدث لما يزيد على ربع قرن من الزمان. وبذلك ينجح فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي في حصد لقب الدوري للمرة 36 في تاريخه، معززاً رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب. وأضافت كتيبة سيدات الكرة الطائرة سطراً جديداً في كتاب المجد بعدما واصل الفريق هيمنته على كافة الألقاب والبطولات ليست المحلية فحسب، فهن أيضاً بطلات إفريقيا وصاحبات إنجازات رائعة على الصعيد القاري. فالنسر الأهلوي هو البطل التاريخي لبطولة إفريقيا للأندية بعدما نجح في تحقيق لقب البطولة العام الماضي، محققاً اللقب العاشر في تاريخ مشاركاته كأكثر الأندية تحقيقاً للقب وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه. مثل الشياطين الحمر في البطولة 22 لاعبة، وهن شروق فؤاد، دانا شوقي، سهيل وفيق، آية الشامي، مايا ممدوح، رنا الجوهري، مروى مجدي، فريد العسقلاني، مريم متولي، مي غزال، آيات ياسين، ميار خليفة، ندى وليد، مريم مصطفى، ملك مرجان، مريم الصغير، نهلة سامح، سارة أمين، دعاء الغباشي، رحمة حسن، سلمى سعد، وفريد الحناوي. أهلا بحضراتكم من جديد. يعني رحنا للتقرير الصوتي ورجعنا خدنا بطولة بس في ال 30 ثانية دول. أنا بتكلم بجد مش بهزر. شباب الطايرة تحت 19 سنة بقيادة الكابتن حسام شعراوي فازوا ببطولة الجمهورية حالا بعد ما فازوا على سموحة في المباراة اللي كانت بتقام دلوقتي واحنا طالعين البرنامج. أدي الكاس الثامن، رحنا فاصل ورجعنا كاس ثامن دخل النادي الأهلي. خليكم بس عدوا معانا عشان ان شاء الله كؤوس الفتره الجايه هتزيد يعني بشكل كبير لان المنافسات في اخرها ان شاء الله. كابتن، يعني يمكن مشوار مع الدوري ربع قرن من الزمان، احتكار بطوله الدوري العام للسيدات رقم كبير ورقم يخض عدد سنين متتاليه، وده ما جاش من فراغ، جه نتيجه تعاقب اجيال. التعليق على ده ايه يا كابتن؟ لا طبعا الكره الطايره في النادي الاهلي متاصله، يعني سيدات ورجال معروفين ان لهم تاريخ كبير في تاريخ البطولات، خاصه طبعا في البطولات المحليه، بالاضافه طبعا للمشاركات العربيه والافريقيه ده اكيد طبعًا. بس في المحليا يعني الكره الطايره مسيطره شويه. 25 سنه ما شاء الله، ربع قرن من زمان. اعتقد ان احنا مره يعني زمان خسرنا بطوله كده عشان الاداري ما راحش بالكرنيهات، دي تقريبا البطوله الوحيده دي الحاجه الوحيده اللي تخلينا نخسر، البطوله الوحيده اللي خسرها النادي الاهلي في الربع قرن الاخير. خدت كام بطوله من 25 دول يا كابتن؟ انا بالنسبه لي في الدوري ده الموسم السادس ليه ما شاء الله، يعني تقريبا ده تقريبا يعني نقول يعني نقول الربع تقريبا ما شاء الله 25% يعني. ودي لقطات يا كابتن على فكره من مباراه الجياد حضرتك تشوفها معانا دلوقتي، ودي لقطات منها كانت اثناء المباراه، كانت كاميرا الابطال هناك لانه كان مباراه الحسم وكنا معاكم في البطوله. يمكن كان الاهم كمان من الجياد يا كابتن كان بتهيألي ماتش سبورتنج، حضرتك قلت اللي قبليه ماتش سبورتنج كان فريق كويس، يعني المنافس المباشر بتاعنا هو والزمالك، فكان فوزنا على سبورتنج ينهي المنافسه تماما، لان الزمالك وسبورتنج كل فريق كان خسران ثلاث مباريات، ففوزنا عليهم كان انتهى الموضوع، انتهى بالنسبه لنا. طب يا كابتن انت برضو يعني في احد اللقاءات مع حضرتك قلت لنا ان التحدي الكبير بيكون مع نفسنا احنا مش مع الخصم. لما بتوصل لمرحله بطولات 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 بيحصل نوع من الملل. حتى قلت لي انا بتغلب بطريقه معينه ان انا اتحدى نفسي،
نسمع تاني من حضرتك الكلام ده لو حد ما سمعوش منه قبل كده. والله بص، هو موضوع ان انت تبقى بتلعب والناس عارفه ان انت لازم تكسب او متعوده ان انت تكسب، ده موضوع صعب جدا يعني. صحيح. يعني انت خلاص ما قدامكش حل غير المكسب. الناس يعني كل ما تفتح الاهلي يحرز بطوله في الكره الطايره سيدات او الرجال، فالموضوع بيبقى صعب جدا. خلي بالك خاصه اللعيبه من كتر البطولات اكيد بيحصل طبعاً تشبع، فاحنا بنحاول ان احنا نوجد منافسه بين اللعبات. يعني اقول لك يعني بامانه، يعني انا من 6 سنين لما مسكت الفرقه كان اللعيبه تتعدى على الصوابع اللي هم يعني مميزين. دلوقتي الحمد لله احنا عندنا الفرقه زي ما سمعت الاسماء 22 لاعب ولاعيبه شاركوا في الدوري، فده عدد كبير جدا. ما فيش نادي في الدوري او في مصر قدر انه يخلي 22 لاعيبه من ضمنهم طبعا نشات ان هم يشاركوا في الدوري. اقصى حاجه اقصى نادي بيشارك 14 لاعب 15 لاعب. فان انت توجد منافسه بين 22 لاعبه وفي كل مركز الحمد لله موجود 4 و5 والمستويات قريبه جدا من بعض، اللعيبه الناشئين ابتدوا ياخدوا خبرات من اللعيبه الكبار بتوعنا، فهو ده اللي انا بحاول اعمله، اعمل منافسه بين اللعيبه، منافسه شريفه في ظل الالتزام بالمبادئ بتاعتنا والقيم بتاعت النادي الاهلي. دي حاجه مهمه جدا ان احنا عندنا كل واحد لعيب او فرد من افراد الجهاز الفني عارف دوره. صحيح. التزام نمره واحد دي اهم حاجه عندنا الالتزام طبعا. وبعد كده بنبص بقى للناحيه الفنيه، في مبادئ وقيم النادي الاهلي ما بيخرجش منها. أكيد طبعا. الحقيقه لازم اطلع فاصل وحضراتكم ونرجع تاني عشان نستكمل الحوار الشيق مع كابتن النادي الاهلي وطبعا اسطوره والهرم الرابع في الكره الطائره الكابتن حمدي الصافي. نطلع لفاصل وارجع لحضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد، بنكمل حوارنا مع الكابتن حمدي الصافي. كابتن، يمكن كان في بطوله من 3 سنين افتتذكر، كانت البطوله الافريقيه في تونس. تمام. وخسرناها وكلمنا حضرتك من هنا واتصلنا بيك، وحضرتك انا فاكر كويس قوي قلت لنا ميعادنا كمان سنه. لا فاكر يعني المكالمه دي. فكرني بالمكالمه دي والوعد اللي قطعته على نفسك وازاي نفذته بعد سنه وفضلت فاكره. الحقيقه البطوله ديت من البطولات الواحد ما ينساهاش ابدا، لان احنا كنا مرشح قوي جدا ومرشح اول للبطوله. صحيح. ولكن بعض الاخطاء طبعا وبعض الثقه الزايده عن الحد طبعا كتر البطولات بتخلي فيه ثقه زياده. كنا رايحين فعلا ان احنا نجيب البطوله ونرجع بدون كلام. دي كانت كام يا كابتن؟ 2017 2017. ثقه زايده وبعض الاخطاء طبعا ضيعت مننا البطوله. انا يعني اتكلمنا مع اللاعبات واجتمعنا وقلنا ان احنا الدرس ده لازم نتعلمه. عندنا سنه كامله لازم نشتغل فيها بجد جدا. البطوله السنه الجايه ممكن تبقى في ارضنا ولازم نفرح جمهورنا ونعوضه. الحمد لله الناس كلها تعهدت وفعلا اللعيبه ما استريحتش الموسم ده خالص الا لما احرزوا اللقب كان في صاله النادي الاهلي في 2018 وكان نهائي قوي جدا على قرطاج التونسي. وحضرتك انا فاكر في المكالمه قلت لي كابتن احنا ميعادنا كمان سنه. انا الكلمه بصراحه هزتني ان انت واخد عهد على نفسك ومش هتنساه والبطوله اللي راحت منها رجعها. فده لو بيدل على شخصيه النادي الاهلي. تمام. يعني لما تبقى كابتن النادي الاهلي ده عبء كبير، ما بالك بتنقله ازاي بقى كمدرب للبنات معاك؟ بتنقله ازاي؟ بص، هما البنات الحقيقه اللاعبات بتوعنا بتوع النادي الاهلي يعني شاربين روح الاهلي بامانه. يعني هما يعني عاوزين بس حد ينظم لهم الدنيا، حد يظبط لهم التدريبات، حد يظبط لهم فنيا. انما هم لما بيخشوا في مود البطولات الحقيقه يعني حطهم على التراك خلاص وظبط لهم الدنيا، هم بيشتغلوا اوتوماتيك ما شاء الله فعلا. يعني طبعا مع الشغل بتاعنا الفني طبعا والبدني والتكتيك والحاجات دي، بس هم فعلا روحهم عاليه جدا. انا في خلال ال6 سنين اللي ضربتهم فيها كنت شغال على العامل النفسي بدرجه كبيره جدا. حتى لما كان بيبقى فيه كبوات كنا بنشتغل بدرجه كبيره على العامل النفسي، ده كان بيجيب نتيجه كويسه جدا معاهم. وفي نفس الوقت العامل الفني والبدني ده احنا ما عندناش مشكله. لعيب النادي الاهلي متعود على الالتزام بتاعه، بيجي في ميعاد تمرينه بيتمرن كويس وهو متعودين على تمرين قوي، ما عنديش مشكله فيه. انما كنت بركز قوي وبزود في الحته النفسيه دي بالذات في الكبوات. يمكن ده ظهر يا كابتن في التقرير اللي احنا سجلناه. احنا سجلنا تقرير يمكن بعد مباراه اصحاب الجياد وحسم بطوله الدوري مع البنات. خلينا نشوف التقرير ده مع حضرتك. تمام. نرجع اعزائي المشاهدين نشوف تقرير سجلناه بعد بطوله او مباراه اصحاب الجياد اللي حسم فيها الدوري مع اللاعبات. نشوف التقرير ونرجع لحضرتك تاني.
الصعوبات طبعا ان احنا في فتره الكورونا اللي احنا كنا قاعدينها ديت، وبعد ما نزلنا كانت اول اسبوعين تقريبا كلنا ما كناش قادرين بدنيا خالص، وبعدين اول ماتش لينا كان سبورتنج، وده كان اقوى تقريبا من اقوى ماتشات في الدوري، فالحمد لله ان احنا عرفنا نعديه، وبس ده كان من اصعب الحاجات لحد دلوقتي. يعني هو طبعا بيبقى شعور حلو قوي، بيبقى راحه لينا ان احنا يعني بنحسم الدوري من بدري، فالماتشات القويه اللي في الاخر بيبقى رايحنا طبعا احنا حاسمين الدوري، اه طبعا لازم نكسب، بس بيبقى فيه راحه ان احنا خلاص كسبانين يعني، فالماتشات بالنسبه لنا تبقى اسهل لينا يعني الحمد لله. احنا الحمد لله كل ماتشاتنا كنا الحمد لله بنكسبها، كان في ماتشات بتبقى صعبه شويه، بس الحمد لله بنقدر نرجع للماتش تاني ونحسم الماتش يعني، والحمد لله طبعا ان احنا نحسم بدري الدوري بدري ده حاجه كويسه لينا، وان شاء الله بقى فاضل لنا الكاس بطوله جامده برضو، عندنا ماتشات جامده يعني، ان شاء الله يبقى دوري وكاس ان شاء الله. طبعا طبعا بعد التوقف اللي حصل ده احنا طبعا كنا راجعين كلنا تعبانين طبعا، وهي اصعب حته كانت اللي هي نبدا نرجع تاني نتمرن تاني بانتظام، ونرجع تاني نحافظ على اللياقه بتاعتنا، وان احنا نرجع تاني نلعب يعني فولي بقى، وبعد غياب 4 شهور احنا عمرنا ما قعدنا المده دي كلها خالص، بس يعني فدي كانت اصعب حاجه. طبعا بفضل ربنا طبعا وكابتن حمدي والجهاز قدرنا ان احنا نبقى قادرين ان احنا نوصل لمستوى ان احنا نخلص بيه الماتشات يعني او الدوري في الوقت ده يعني، بس الحمد لله الحمد لله. طبعا السيزون ده كان مختلف شويه عن كل سيزون بسبب التوقف اللي حصل 3 اشهر، ويمكن الفتره دي صعب على اي رياضي يعني انه ينقطع عن التدريبات اليوميه ويرجع على المنافسات على طول، فالموضوع كان صعب شويه، بس الحمد لله كنا قادرين في الفتره اللي احنا مريحين فيها ان احنا نقدر يعني نستعيد لياقتنا حتى في تمرينات خفيفه ممكن في البيت او كده، بس وقدرنا الحمد لله نرجع واحده واحده قبل ما نستأنف يعني الدوري، لعبنا ماتشات وديه ماتشين وديين مع فرق قويه، فقدرنا من خلالها ان احنا نرجع واحده واحده لجو المباريات يعني، ان احنا طبعا يعني نفضل داخلين كل ماتش ان احنا نقدر نفوز بيه حتى بعد ما حسمنا الدوري، ان احنا لازم نحافظ للاخر ان احنا يعني نخلص الدوري واحنا مش خسرانين ولا ماتش، يمكن احنا الحمد لله خسرانين بس شوطين في الماتشات كلها، فدي طبعا نسبه عاليه جدا، دي الحمد لله خلتنا نفرق عن بقيه المنافسين يعني في الدوري. احنا كانت اكتر الصعوبات طبعا فتره الكورونا ان احنا كنا بنتمرن في البيت لوحدنا، وان احنا لما يعني رجعنا وكده كان في صعوبه في الاول بعد الراحه الكبيره، فقدرنا الحمد لله ان احنا نتغلب على ده واحده واحده لحد ما كملنا يعني الموسم، وقدرنا نحسم الدوري بدري 5 أو 6 جولات، وان شاء الله يعني نكمل على كده. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن حمدي يمكن البنات عارفه هي بتعمل ايه، وحاجه مشرفه جدا، بس خليني اسال حضرتك سؤال، انت محتاج تدعيمات في الفريق يعني، انت برضو زي ما قلنا الكلام انت بتتحدى نفسك، محتاج تدعيمات، هل في لاعبات انت شايفهم في مصر تتمنى انضمامهم للنادي الاهلي؟ بص يا كابتن هيثم، مفيش فريق بيلعب على بطولات كبرى زي بطوله افريقيه والبطوله العربيه ما يحتاجش تدعيم، صعب جدا، لازم انت بتلعب على 4 بطولات كل سنه، فطبيعي ان انت محتاج تدعيم. لو بصيت انت، انا في خلال ال6 سنوات اللي هم مسكت فيهم الفرقه عملت 4 تدعيمات بس، تمام، 4 لعيبه، فانا عندي سياسه انا والجهاز الفني بتاعي ان انا بدعم في أنا المكان محتاجه. اللي انا محتاجه ولازم يكون لعيب قوي وسوبر يعني الحمد لله، كل لازم يبقى اضافه، نمرة 1 ببص لقطاع الناشئين بتاعي الناشئات بتاعي، لو ما قدرتش الاقي الخامه او المكان اللي انا عاوزه ابتدي ابص بره واجيب يعني، اعتقد 4 صفقات فرق في خلال 6 سنين قليل جدا، جداً على اي فرقه بتلعب 4 بطولات كل سنه. 99% معتمد على اولاد النادي. لا دي حاجه اساسيه عندي. ببص بعد كده لو ما لقيتش في القطاع بتاعي ابص بره، حاجه مميزه وهتضيف ليا لازم اجيبها، ما اقدرش اقول لها لا، لان انا فريق بلعب على 4 بطولات ومنهم بطولات يعني بلعب منتخب تونس كامل وبلعب منتخبات كينيا ومنتخبات الكاميرون، لا لازم يبقى في. طب كابتن سؤال واضح وصريح، عندك مشاكل في الفرقه؟ والله بص هي مش مسألة مشاكل، أنا قلت لك يا كابتن هيثم إحنا فريق بطولة، وسياستي إن أنا يعني في بالذات قعدت أبني 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 بحيث إن أنا أوصل لمستوى إن أنا يبقى عندي في كل مركز 4 5 لعيبة،
ليه؟ لان انت فريق بطوله بيحصل اصابات، صحيح، بيحصل دروب، بيحصل احمال زياده على الاحمال، بيحصل كل سنه كان بيحصل اصابات، ده طبيعي، مشاركات كتيره، فلازم يبقى عندك اربع خمس لعيبه كويسين جدا نفس المركز، في نفس المركز، بالاضافه للناشئين بتوعهم، الناشئات بتاع اللي هم بيطلعوا من تحت دول، لازم برضو يبقى في كل مركز معاك ناشئه او اتنين شغالين مع الناس الكبار للمستقبل وياخدوا الخبرات منهم، لان انا مش هشتغل على الفرقه ان افرح النهارده وبكره وبعد بكره، حتى لو انا مش ماسك الفرقه اسيبها فاضيه، ما ينفعش، لا ده مش شغل. وبعدين احنا كابتن هيثم احنا معتمدين بالذات في اخر موسمين على شغل الارقام، يعني عندنا الجهاز التقني بتاعنا، صحيح، شغال في كل المباريات، بيحلل كل المباريات اللي لينا واللي ضدنا بارقام، كل لعيب بيطلع الارقام بتاعته، علم ده لوحده، علم الاحصائيات، طبعا الاحصائيات في الكره الطايره بقت مهمه جدا، فبالتالي انا بيطلع لي كل مباراه ارقام، انا بتعامل بالارقام ديت وبعرف نقاط الضعف بتاعت كل لعيبه ومين عندها مشكله في الارسال، مين عندها مشكله في الاستقبال، انا بحاول اصلح الحاجات دي وبشتغل عليها، بس لازم اللعيب يبقى هو عاوز، يبقى اللعيب من داخليا هو عاوز يبتدي يصلح في نفسه، يستجيب معاك عشان يصلح الاخطاء. المنافسه دي بتعمل شويه، يعني ممكن تعمل شويه لما بيبقى العدد كبير وكويس، تعمل شويه اكيد يعني اكيد شده طبعًا. المنافسه بتعمل طبعًا شويه طبعًا. في الفرق فده موجود دلوقتي، وده منافسه حميده. على فكره الغبطه دي او ما انا ما سميهاش طبعا غيره، او الغبطه دي محموده، طبعًا. لان طبعا في الاخر بتنعكس على الفريق، اكيد طبعا. انا دلوقتي لما بقول لك انا عندي اتقال 22 اسم دلوقتي، وعندي محترفه لسه ما اتقالش اسمها، المفروض هتنضم، صحيح. 23 اسم، فلما انت يبقى عندك 23 اسم بتختار منهم او 24 اسم بتختار منهم 14 بس لكل مباراه، بيبقى فيه عدد بس كبير بره، اكيد طبعا، مع عدد الناشئين الممتاز، مع عدد الناشئين اللي بيطلع، لا هو في وفره الحمد لله في اللعيبه بتاعتنا، الصفقات بتاعتنا هنعملها في اضيق الحدود الفتره الجايه، انا متوقع يعني في خلال، انا محتاج صفقه واحده لو جت ان شاء الله باذن الله مع الناشئين بتوع النادي الاهلي والخبرات اللي موجوده هتكمل ان شاء الله باذن الله، النادي هيسيطر سيطره كامله. طب مش عايزين نعرف تفاصيل بس، شغال في الصفقه يا كابتن وكده ولا لسه ما بداتش في المفاوضات بخصوص؟ بص، وانا كان هدفي الفتره اللي فاتت المحترفه، لان انا كان تمام. كان في معلومات ان بطوله افريقيا ممكن تتعمل قريب، فكنا شغالين على المحترفه الحمد لله، يعني في محترفه هتيجي قريب لينا. الصفقه ديت ممكن تيجي الموسم ده او الموسم الجاي، يعني مش اولويه لينا اول الفتره دي، بس ممكن الموسم ده الجاي يعني. الجاي. طب كابتن احنا كنا صورنا تقرير مع اللاعبات كده، وجهوا لك كلمات في التقرير، خلينا نشوف التقرير ونرجع لك. تمام، اعزائي المشاهدين نشوف التقرير وارجع لحضرتك كده. كابتن حمدي بنشكرك كلنا، يعني كل الفرقه، على مجهودك معانا، وان احنا وقت صعب قوي ان احنا نرجع في وقت قليل كده، كابتن ياسر، كابتن ايمن، كابتن رانيا، كل الناس، والحمد لله يعني قدرنا ان احنا ناخد الدوري وعقبال الكاس ان شاء الله. حضرتك طبعا ليك فضل كبير قوي عليا في الدرجه الاولى، وبشكرك على كل حاجه عملتها لي، وان شاء الله سنين اكتر مع بعض وبطولات اكتر ان شاء الله. طبعا يا كابتن حمدي حضرتك عارف انا اكيد عايزه اقول ايه وكده، احنا بقالنا اكتر من 6 سنين مع بعض، وانا بشكر حضرتك على كل المجهود اللي تعبته معايا، وان شاء الله يعني بطولات اكتر. طبعا شكرا كابتن حمدي على المجهود اللي حضرتك بتعمله معانا، وان شاء الله يعني نبقى قد المستوى اللي احنا اللي حضرتك بتمرنا عليه ان شاء الله. يا رب دايما في انتصارات، وربنا يوفقنا على طول ان شاء الله بالبطولات الافريقيه والدوري والكاس. يمكن كابتن حمدي بيبان قد ايه الترابط ما بين الفرقه في اللحظات دي، يعني يمكن لما لاعب يوجه لمدربه كلمه بيبان قد ايه اللاعب في روح اسري واحد ما بين اللاعبين، يعني تعلق ايه على الكلام ده كابتن؟ لا طبعا، انا زي ما قلت لك انا بشكر اللاعبات دول، يعني في خلال 6 سنوات عملنا بطولات كتيره جدا، يعني كفايه 4 بطولات افريقيه و2 بطوله عربيه الحقيقه، يعني في فتره قليله جدا، يعني
التاريخ صعب ان هو يتحقق. صحيح. ولسه عندهم ده غير المحلي كمان. لا انا ما بتكلمش في المحلي، المحلي احنا واخدينه طبعا. لا ما بيتعدش بس لا يتعدى. انت ما بتعديش بس على بلاد. انا بتكلم في الحاجات اللي هي القويه اللي على المستوى القاري او العربي. خلي بالك كابتن، انت عندك البطوله العربيه زي الافريقيه، لان شمال افريقيا بيشاركوا هم نفس الثلاث فرق بتوع البطوله العربيه المنافسين بيبقوا موجودين في الافريقيه، بيزيد عليهم الكاميرون وكينيا، فبيبقى تقريبا نفس المستوى البطولتين. طب كابتن معلش انا بقطع حضرتك، يعني الصوره دي معلش كلمنا عنها واللحظات دي كلمنا عنها كابتن. الها طبعا اللحظات دي ما الواحد ما يقدرش ينساها، بطوله كانت قويه جدا وبطوله غاليه علينا، لما الاسطوره كابتن خطيب يجي يسلمنا الكاس والدكتور عمرو علواني الصوره دي فيها اساطير كتير قوي. الحمد لله، يعني الحقيقه الصوره ديت انا بحتفظ بيها طبعا في المكتبه عندي، من اهم الصور في المكتبه عندي. حاجه جميله، وكان تنظيم رائع، والدكتور عمرو علواني والاتحاد المصري كان موجود الحقيقه كان أساطير. كان تنظيم رائع من النادي الاهلي، وعلى فكره الدول الافريقيه كلها بتحب الاهلي ينظم البطوله ديت، لان بيبقوا تنظيم عالي جدا والمستوى الفني بيبقى عالي، بيبقى فيه كل الامكانيات متوفره لكل الفرق، حتى احنا صحيح. يعني كنادي اهلي اللي بيتوفر لفرقه الاهلي بيتوفر للفرقه الثانيه طبعا، نفس المستوى الضيافه طبعا، نفس المستوى من ادوات التدريب والملاعب والاقامه، كل ده مش غريب على الاهلي يا كابتن. يعني فعلا الناس حابه ان هي تيجي مصر دايما دائما ابدا، مصر بالذات النادي الاهلي في البطولات دايما دايما ابدا، مصر ام الدنيا. طب سريعا يا كابتن، في يعني ثواني قليله كده، طموحاتك الفتره الجايه؟ والله طبعا طموحاتي طبعا انا ان شاء الله باذن الله في الفتره القريبه دي نقدر نحسم الكاس بتاعنا ونقفل صفحه الموسم اللي فات، نبتدي بقى نفكر في المستقبل بتاعنا، مستقبل الفرقه. السنه الجايه هيبقى عندنا تحديات كتيره كابتن عيسى، انا قبل كده قلت لك مش احنا بس اللي شغالين، كل الفرق شغاله. نادي الزمالك عنده 2 محترفين السنه دي، نادي سبورتنج كان عنده محترفه، كل الفرق ابتدت تفكر وتشتغل بفكر احترافي، فالمنافسه صعبه جدا. اكيد الفتره الجايه. اكيد يا كابتن، بشكرك كابتن حمدي الصافي طبعا اسطوره النادي الاهلي، نورت وشرفت قناه الاهلي يا كابتن. شكرا كابتن عايز، ومزيد من التوفيق، وان شاء الله بطولات كتير 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 ان شاء الله على ايديك باذن الله. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، هنا انتهت قصه بطل. ان شاء الله الحلقه القادمه هيكون معانا بطل جديد واخبار جديده كلكم تهمكم كلكم ان شاء الله. استنونا يوم الاربعاء القادم الساعه 8 وقصه جديده وبطل جديد وبرنامج الابطال. شكرا جزيلا.